السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة داينغ لايت 2. شرحت لكم في مقطع ماضي عن طريقة اكتساب نقاط الباركور بسرعة، ولكن هذه المرة صراحة ما فيها تعب اللي في الفيديو هذاك. النصيحة هذه راح تفيدك كثير، وصدقني مسألة 5 دقائق وتجمع نقاط باركور بشكل اسطوري، ما اتوقع ان في طريقة افضل من هذه. طبعا قرتشاتي انا كلها قرتشات الحلال ما فيها شيء تخريب لعبة ولا شيء، لازم تبذل مجهود شوي. قبل ان نبدأ المقطع اتمنى تحط لي لايك ونقول بسم الله. طبعا مثل ما تشوفون المكان ما يضيع يا اخوان، قريب البزار المعروف في هذه المنطقة. طبعا اول شيء انصحك انك تسويها في الليل، طبعا الحين تشوفونها فجر خلاص تغير الجو والطيور تزغزغ، فلازم انك تسويها في الليل. انا بس الحين اشرحها لكم، لكن فعليا يوم اجمع النقاط اسويها في الليل وارويكم بعد شوي. في طريقتين تسويها تحسن من نقاط المهاره او تكثر من نقاط المهاره اضعاف، وبتشوفون ان شاء الله بعد شوي في الفيديو. الشغله الثانيه، لازم تكون عندك المهاره هذه اللي هي اسمها القفز من بعيد، لابد انك تكون واصل وشاريها. طبعا ممكن في بدايه اللعبه تجيبها، غالبا انك تكون شخص اوريدي جبتها وعندك باقي كم مهارة تبي تخلصها، ولكن اذا ما زلت في بداية اللعبة تشوف مقطعي صراحة راح تستفيد كثير، لان في البداية المهارات تجيك بسهولة ونقاط الباركور هذه تجيك بسهولة. طبعا مثل ما تشوفون المهارة هذه يقولك تستخدم اي حاجز للقفز منه وبلوغ مدى اكبر. انا بالنسبة لي العب على البي سي، فيقول يضغط اي في اثناء القفز فوق مانع التنفيذ، ولكن بالنسبة لك انت على حسب الاكس بوكس ولا البلاي ستيشن راح تشوف الزر هنا موجود، مجرد ما تنط فوق المانع هذا او الحاجز راح تضغط هذا الزر. طبعا هذا هو المانع او الحاجز اللي نتكلم في حالتنا وراح نستخدمه. والطريقة بكل اختصار مثل ما تشوف، تنقز من فوق وتفعل هذه المهارة وترجع وتفعلها من جديد. طبعا مثل ما تشوفون الحين جالس يجمع على اليمين، ولكن فيه طريقة افضل انك تسويها وتجمع نقاط. مثل ما قلت لكم اول شيء تيجي في الليل، والشغلة الثانية انك تبدأ المطاردة. المطاردة طبعا في الليل تروح عند واحد من العاوين وتحرش فيه وتزبن في هذا المكان. طبعا من كثر ما تنط رايح جاي الزومبي ما راح يقدر يلحق عليك ويدمجك مثل ما تشوفون. خلك سريع وحاول انك يوم تيجي من المنطقة اللي تحت هذه وترقى لفوق، ما يعني تكون في الوسط بين الاصفرين هذا، لا ما تصقع فيهم بحيث انه ما يتم يطول يتشبث بعدين يتسلق، لا خلاص اذا جيت في الوسط هنا مثل ما تشوفون على طول دايركت يكون اللاندنج للطابق فوق، وبس تستمر كذا وامورك في السليم. شوف تجميع المهارات، والله اني جمعت مهارات كثيره صراحه، ما اتذكر كم الرقم بالضبط، لكن ما اشوف في طريقه اسرع من هذه الطريقه. اتمنى ان هذا المقطع نال على اعجابكم، لا تنسون تاخذون لفه على القناه وتشوفون الشروحات الثانيه لعلكم تستفيدون، وبرضه العب العاب محاكاه وفيفا وغيرها من الالعاب. اتمنى تشتركون ونشوفكم ان شاء الله على خير. سلام عليكم.